أعلن دكتور خالد حنفي وزير التموين أنه سيتم قريبا تعميم نظام صرف السلع التموينية من أي بقال تمويني أو مجمع استهلاكي أو أي منافذ تصرف السلع التموينية، بالإضافة إلى فارق نقاط الخبز على مستوى الجمهورية، وذلك عقب الانتهاء من مراجعة بيانات تحديث البطاقات التموينية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا حذف المتوفين تلقائيا من بطاقات التموين. وأضاف الوزير أنه جار استخراج بطاقات التموين بدل التالف والفاقد على أن يستلمها المواطن من مكتب التموين التابع له بعد التقدم بصورة البطاقات الشخصية والتوقيع بالاستلام. وللحديث عن هذا الموضوع معي عبر الهاتف مباشرة الأستاذ محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين. يا أهلا بك أستاذ محمود. يا أهلا بك يا أستاذ محمد، وأهلا بكل مشاهدينك الكرام. أستاذ محمود، يعني ما الجديد في هذا الإجراء الجديد الذي يتيح لأي مواطن أن يصرف تموينه من أي بقال تموين على مستوى الجمهورية؟ أولا يا أستاذ محمد، كان النظام القديم كان كل عدد من المواطنين مربوطين على بقال تمويني واحد، فكان بيتعرضوا لبعض المضايقات أو بعض بيحصل زحام على التموين أو ما بياخدش خدمة جيدة. احنا اولا بعد تطبيق منظومه السلع التموينيه الجديده فتحنا ان المواطن حاليا دلوقتي يحصل على السلع التموينيه الخاصه به وفارق نقاط الخبز من اي بقال تموين او مجمع استهلاكي داخل المحافظه. وفي اطار ايضا ان احنا بنحاول نسهر على المواطنين ان شاء الله قريبا جدا باذن الله بعد الانتهاء من مراجعه بيانات البطاقات التموينيه وتحديثها، واحنا الحمد لله لحد الان حدثنا اكثر من 95% من البطاقات التموينيه، سيتم فتح النظام الالكتروني على مستوى الجمهوريه بحيث المواطن لما يكون في اي محافظه سواء في الصيف في المصيف في اي محافظه مثلا بيقضي فيها اعماله او ينتقل لمحافظه اخرى مش هيضطر هنا انه يغير مثلا محل اقامته في القطاع التموينيه او ينقل بطاقه من محافظه لمحافظه، لا، يبقى من هنا من حقه يصرف السلع التموينيه الخاصه به وفارق نقاط الخبز من اي مجمع استهلاكي من اي بقال تمويني من اي منافذ. طب استاذ محمود، يعني هذا يعني فهمناه انه الان اتيح امام اي مواطن ان يصرف مستحقاته التموينيه من اي بقال على مستوى الجمهوريه، وهذه لا يا استاذ محمد احنا هنفتحها قريبا باذن الله، لسه ما اتفتحتش. هو دلوقتي المتاح قدام المواطن ان يصرف السلع التموينيه وفرق نقاط الخبز من اي مجمع استهلاكي او بقال تمويني داخل المحافظه. طيب، لكن طب يعني الموضوع الاخر استاذ محمود، يعني ماذا عن توافر السلع؟ يعني سمعنا خلال الايام القليله الماضيه ان هناك بعض السلع كان في تراجع في يعني غير موجوده بشكل كافي لدى البقالين التموين، خاصه الزيوت على سبيل المثال. هل يعني الايام القادمه ستشهد توفر هذه السلع المهمه بالنسبه للمواطنين؟ نحن في فصل الشتاء وهناك حاجه ماسه الى هذه السلع. اولا لا، السلع موجوده يا استاذ محمد عند كافه البقالين التموينين، لكن كان خلال الفتره الاخيره كان حصل بعض النقص في سلعه الزيت مش بنسبه كبيره، وده كان بيعود ان احنا معروف ان احنا بنستورد 95% من زيوت الخام من الخارج، كانت بعض السفن والمراكب المحمله بزيت الخام كانت تعرضت لبعض الظروف الجويه فمنعت من دخولها الموانئ. دلوقتي بدات المراكب في دخولها الموانئ وبتفضي النقله بتاعتها، ودلوقتي بدانا بنضخ كميات كبيره من الزيوت في كافه محافظات الجمهوريه، فان شاء الله ما فيش في اي مشكله في الزيوت باذن الله. طب استاذ محمود، يعني نحن في فتره اعياد، ويعني ربما الخبر السابق كان متعلق بوزاره التضامن الاجتماعي، وقررت وزيره التضامن يعني تعجيل او تقديم عمليه صرف المعاشات للمواطنين مع موسم بمناسبة موسم الأعياد. هل وزارة التموين ستتخذ إجراء مماثلا مثلا صرف المخصصات التموينية للشهر يناير قبل موعدها بمناسبة الأعياد؟ احنا حضرتك بمناسبة الاحتفالات تراث السنة احنا اطلقنا تخفيضات كبيرة في اسعار السلع المعروضة بالمجمعات السلكية منذ اكثر من 3 ايام، فدي برضو بمناسبة الأعياد. اما بالنسبة لصرف السلع التموينية بمناسبة شهر يناير ده بيبدا مع اول الشهر يا استاذ محمد، يعني احنا فضل الشهر يعني خلال يومين، وهيبدا ايضا من بدايه الشهر صرف السلع المجانيه الخاصه بفرق نقاط الخبز اللي بتمتد من يوم 1 ليوم 20. فلا، متاح امام المواطنين كافه السلع سواء السلع التموينيه او سلع فارق نقاط الخبز. طب استاذ محمود، يعني في ظل يعني جهود الحكومه وجهود وزاره التموين لطرح مزيد من السلع من اجل الحد وخفض الاسعار في الاسواق، ده ممكن يكون ربما فرصة لبعض ضعاف النفوذ
لطرح سلع مغشوشة في الأسواق، يعني إلى أين وصلت الحملات التي تقوم بها وزارة التموين مع الجهات الأمنية لكشف هذه السلع المغشوشة؟ احنا عندنا في الجهاز في وزارة التموين والتجارة الداخلية قطاع التجارة الداخلية بيعمل حملات يوميا بالتنسيق مع بحث التموين وبالتنسيق مع الوزارات الأخرى المختصة يوميا على كافة الأسواق يا أستاذ محمد، كافة المصانع، وتم ضبط خلال الفترة الأخيرة حوالي أكثر من 1000 طن سلع غذائية وغير غذائية منتهى الصلاحية وفاسدة وبتضر بأمن وسلامة المواطنين. أيضا خلال المولد النبوي الشريف تم ضبط أكثر من 30 طن من الحلويات منتهى الصلاحية. فالحملات اليومية موجودة، احنا بنقض بالمرصاد لكافة السلع الغير صالحة للاستخدام الإدمي في الأسواق. وأيضا لدينا خط ساخن اللي هو 19280 بنطرق عليه أي شكاوى من أي مواطن في أي مكان في أنحاء الجمهورية لو وجد أي سلعة غير صالحة بالأسواق أو ضارة بأمن وسلامته يتصل بنا على الخط الساخن. ده بيعمل من الساعة 10 صباحا للساعة 10 مساء لتلقي كافة شكاوى المواطنين، ولما نتأكد فعلا من جدية الشكوى بيتم اتخاذ قرار قانوني تجاه المخالفين. طب اسمحوا طالما تحدثت عن الخط الساخن والشكاوى التي يعني تستعد وزارة التموين لتلقيها في أي وقت، يعني معدل الشكاوى التي ترد إلى وزارة التموين يوميا، يعني هل في معدل معين ولا في أيام بتعدي من غير أي شكاوى فيما يتعلق بالتموين؟ لا، هو حضرتك كان في البداية كان في نسبة شكاوى عليه، لكن الحمد لله دلوقتي تعتبر الشكاوى مثلا لو جينا نحن نصنفها أولا يعني شكاوى قليلة جدا من منظومة الخبز الحمد لله، احنا قضينا على التقدير، شكاوى ضعيفة جدا من البقالة التموينية سواء في سوق معاملة أو ما شابه. الحمد لله ما فيش شكاوى من المجمعات السلكية، لكن بعض الشكاوى من مثلا سلع غير آمنة بالأسواق دي فعلا احنا بنواجهها على الفور، لكن لا في انخفاض كبير جدا في معدل الشكاوي من المواطنين، لكن هي بتتركز بس يعني البعض منها في وجود بعض السلع الغير صالحه او السلع الفاسده او المنتهى الصلاحيه بالاسواق. وضحت الصوره الاستاذ محمود دياب المتحدث باسم وزاره التموين، شكرا جزيلا لك والى